اللي انت عملته امبارح ده مصيبة. ده اخر فيديو لينا على السوشيال ميديا هتشوفوه يا جماعة. شتمتني وقالت لي انتي وابوك مش كويسين وبينقصوا انا وهما الحلوين. اتأثرت وغلطت وعارف انت عملت ايه، يعني انت ما كنتش اللي انت نزلته وقصيته في المونتاج ده كده كتير، قصيت كتير قوي بصراحه. لقيت واحد مسك طوبه حدفها على العربيه، ما نزلتش الحته اللي انت كنت عمال تكسر فيها وترمي الكراسي وكنت مخرب الدنيا هنا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا قبل اي حاجه تعملوا لايك وشير. في تحدي النهاردة ان الفيديو ده هيجيب اكتر عدد لايكات اللي بيحب ايسل. ايسل شتمت وبهدلت بسبب كينج مصر وادم. زي ما انتوا عارفين كينج مصر اتهجم علينا امبارح وجاب معاه واحد صاحبه وجاب ادم وجه. زي ما انتوا شفتوا الفيديو بتاعه، اللي ما شافوش هيروحوا يشوفوا ويشوف ايه اللي حصل. جالي هنا مدينتي طبعا. بابا عايز اقولك على حاجة. يا ماما في واحده جت شتمتني وقالت لي انت وابوك مش كويسين وبينقصوا انا هما الحلوين. ده امتى ده؟ وانا ماشيه في السوبر ماركت هي قالت لي كده. حصل امبارح؟ اه. وانت بتشتمني انا وانت؟ انا وانت؟ اه. قالت لك ايه يعني؟ يعني عشان الفاظ مش كويسه ولا قالت لك انتوا وحشين بس؟ لا مش عايز. بتقول لي كلام ما ينفعش اقوله. حقك عليا انا يا سيدي. طبعا يا جماعه زي ما انتوا عارفين ان كينج مصر لما جه امبارح احنا كنا عاملين فيديو اللي هو اللي انتوا شفتوه، ما عارف شفتوه ولا لا، اللي ما شافوش روح يشوفه، اللي هو بتاع هش هش يا ديك الفرخه دي مش ليك. الفيديو دوت لما نزلناه اتشتمنا كتير جدا وحصل عليه مشاكل كتير قوي. فكينج مصر جه طبعا وجالي هنا مدينتي وتهجم علينا وطبعا عمل اللي عمله. في الاخر انا كنت بعمل فيه مقلب وانتوا شفتوا كلكم ان انا كنت في الفيديو بتاع هش هش يا ديك الفرخه دي مش ليك ده كان مقلب. عايز اقول لكم على حاجه كمان. شفتوا ايسل قالت هي حصل فيها ايه؟ تعالى اوريكم العربيه بتاعتي. انا ماشي في الشارع في شبرا لقيت واحد مسك طوبه وحدفها عليا على العربيه. الحمد لله جت في الجنب ما جتش في الازاز. هوريها لكم دلوقتي الخبطه، هنروح نشوفها مع بعض دلوقتي. في الاخر انا زعلان من كينج مصر جدا لان انت مش قد كلامك ومش راجل. ما زعلش مني لان انت لما جيت لي امبارح وتصالحنا وقلت لك ده مقلب اتفقنا بعد الفيديو ان انت هتنزل فيديو وتعرف الناس ان الكابتن عامل مقلب. هتنزله بقى على تيك توك، هتنزله على اي منصه، المهم انك لازم توضح للناس ان احنا كنا بنعمل مقلب. انت ما عملتش كده امبارح ولحد النهارده الناس بتضغط في الكومنتات وبتشتم على تيك توك وعلى اليوتيوب. فانت المفروض دلوقتي ان انت كنت وفيت بوعدك اللي بعد ما عرفت ان هو مقلب وانا كنت بهزر معاك واتبسطنا وفرحنا، فانت كنت تطلع وتقدم اعتذار او تقول ان يا جماعه خلاص الكابتن. ولكن يعني انت ليك جمهور كتير بيحبك، زي ما احنا هنا جمهور كان واقف معانا وزعلان منك، انت كمان ليك جمهور بيحبك. فطبعا عمال يغلط فينا ويشتم، فانا المفروض تطلع توضح له بعد ما عرفت ان هو مقلب وتصالحنا والموضوع خلص. فتعال بس اوريكم بس العربيه الاول. تعال اوريكم العربيه. بصوا يا جماعه هوريكم دلوقتي العربيه، بس عايز اوصل برده رساله. يعني قدر الطوبه دي كانت جت في الازاز. بصوا الخبطه جت فين يا جماعه؟ بصوا الخبطه جت فين؟ دي طوبه، دي طوبه اهي. بصوا دي طوبه، يعني تخيلوا بقى كانت جت في الازاز. يعني انا نفسي بس تتخيلوا ان هي لو كانت جت في الازاز كان ايه اللي هيحصل دلوقتي. والله العظيم انتوا بيحدف عليا بيقول لي كينج مصر عمك وبيحدف التوب. وانت ليه؟ يعني اللي هو ليه يعني ايه المثال ده كله؟ عشان برضو اوريكم واثبت لكم حاجه. انا عايز اسمعكم دلوقتي، هسمعكم حالا كينج مصر، اسمعكم بقى الفويس بتاعه. انا قلت له ايه؟ اسمعوا كده. ايه يا كينج مصر يا قلبي عامل ايه؟ مش عايزك بقى تكون زعلان وانت عارف ان هو مقلب، بس حطه ما تنساش. ده بعد ما جالي هنا وانا عرفت ان هو مقلب وتصالحنا وقلنا خلاص هنعمل فرح ومية مية والدنيا زي الفل. بص الفيديو اللي انت هتنزله على تيك توك وشورتس كده عشان الناس تعرف ان احنا اسمعوا الاول. معلش اسمعوا الاول، اسمعوا كده. ايه يا كينج مصر يا قلبي عامل ايه؟ مش عايزك بقى تكون زعلان وانت عارف ان هو مقلب، بس حط ما تنساش الفيديو اللي انت هتنزله على تيك توك وشورتس كده تنزله على اليوتيوب عشان الناس تعرف ان احنا كنا بنعمل مقلب فيك، مش حقيقه، لان ناس جمهورك كله زعلان وانا بامانه مش عايزهم يزعلوا مني والله، لان انا بحبهم. فانت فاهم بقى الكومنتات وشايف الدنيا عامله ازاي، فعايز اصالحهم يعني. فانت اطلع انت بقى قول في فيديو حط ابوك على تيك توك او على اليوتيوب. ماشي؟ هل ده طلب في اي حاجه صعبه؟ بطلب منه ان جمهوره يطلع يعني يقول لهم ان احنا كنا بنهزر كنا بنضحك عشان خاطر الناس ما تزعلش. بصوا بقى هو رد عليا قال ايه. حبيبي يا كابتانو احنا اخواتي يا عم، مفيش حاجه. حاضر يا حبيبي حالا هعمله ان شاء الله. وبعدين يا عم يشتموك ايه؟ اكيد الناس شافت الفيديو عندي وعرفت انه كان مقلب، يعني اذا كان انا اتغفلت.
لا ما تقلقش، انا هعمل فيديو واقول لهم ان ده كان مقلب ويشوفوا الفيديو، الناس اللي ما شافتش الفيديو كده. قال ايه؟ قال حالا هعمله وهنزل الناس اللي ما شافتش الفيديو عشان الناس تعرف ان هو كان مقلب. يعني هو اللي قال اهو. فين انت بقى؟ فين انت بقى من اللي انت قلته ده كله؟ ما عملتش حاجه والناس لسه برضه عماله تخش عندي في الفيديوهات وبيغلطوا وزعلت الناس مني وانا بعمل مقلب عادي يا جماعه. الناس كلها بتعمل مقلب، الناس كلها بتهزر. يعني انت المفروض تطلع بقى توضح للناس. فين انت بقى من امبارح؟ اتفرجوا بقى على الفيديوهات بقى، الفيديوهات بتاعته اللي نزلها على تيك توك طبيعي جدا الناس اتعاطت معايا. بص كده الفيديوهات دي. طبعا يا اخواتي انتوا مفكرين ان دموع ادم اللي شفتوها دي عادي كده وهتعدي عادي بعد ما خالد الكابتن وقال لي مننا جامد في الفيديو، بس احنا ما بنسيبش حقنا يا جدعان. احنا لسه جايين دلوقتي من مدينتي وخدنا حقنا. مرضي يا ادم؟ مرضي قوي. تعالوا كده معانا شوفوا حته من اللي حصل. ما تهزرش. بص الفيديو ده كمان. وعشان ترتاح يا عم خالد انت وبنتك ايسل الجميله ربنا يخليها لك يا رب وتشوفها احسن عروسه في الدنيا، ده اخر فيديو لينا على السوشيال ميديا هتشوفوه يا جماعه. احنا من ساعه ما بدانا السوشيال ميديا محدش اتكلم علينا وجاب سيرتنا في حاجه وحشه، انما توصل لكده لا انا مش هقبل. فطبيعي جدا الناس تزعل عشانه والناس تتضايق عشانه. فانت المفروض دلوقتي يا استاذ كينج مصر كلمتك في التليفون ما بتردش برده عليا. طب انا مش فاهمك انت عايز ايه بامانه. يعني انا مش فاهم انت عايز ايه. تعال بس اوريك حاجه بقى جوه تاني. تعال بقى اوريكوا حاجه هو امبارح ما حطهاش في الفيديو. يعني امبارح هو عمل كارثه ما حطهاش في الفيديو بتاعه، ما حطهاش. مش عارف ليه ما حطهاش بقى، عشان ما يبينش ناس ان هو وحش. تعال اوريكوا عمل ايه. تعال عايز اسالك بقى سؤال يا كينج مصر، هو انت ليه امبارح ما حطيتش وما نزلتش الحته اللي انت كنت عمال تكسر فيها وترمي الكراسي وكنت مخرب الدنيا هنا كده؟ بس يعني للاسف انا صورتها بقى عشان برضو نوريها للناس. بصوا كده يا جماعه المنظر ده، ده كان المنظر امبارح. ليه بقى ما حطيتش الحته دي؟ فهمني عشان تبان ان انت الملاك البريء، صح ان انت ما عملتش حاجه. انا بس انت جيت كلمتني، لا انت جيت كسرت وغلطت وعارف انت عملت ايه. يعني انت ما كنتش اللي انت نزلته وقصته في المونتاج ده كده كتير، قصيت كتير قوي بصراحه يا طيب يا ملاك. فعيب عيب ان انت المفروض انت فاتي معايا ان انت اول ما تروح هتنزل الفيديو الاعتذار وتعرف الناس ان احنا بنهزر وانا كنت بعمل فيك مقلب وانت عارف ان هو مقلب. وقلت لي حالا اكلمك ما بتردش على التليفون برضو ليه؟ ما بتردش في ايه يا عم؟ وانا بكلم نجيب سويرس ما ترد على التليفون. فاللي انت عملته دي مصيبه، اللي انت عملته امبارح ده مصيبه. وانت كده طلعت مش راجل ومش قد كلامك. فما تزعلش مني، يعني مش فاهمك. فانت بقى اصل هو الشغل بتاعك بقى فيديوهات، يعني هنرد على بعض بالفيديوهات. مش ينفع بقى ان انا اتعاتب والكلام ده. بعتك على الواتساب، رد على الواتساب. ما تكمل بقى ونزل يا عم عشان نخلص بقى، عشان نقفل القصه دي. انا مش فاهم دماغك فيها ايه بصراحه. انت خلاص اطمنت ان انت نزلت الفيديو بتاعك والناس عرفت ان هو مقلب وبتاع، خلاص بقى انا اولع. مش فاهم ما انت يعني ما الفيديوهات اللي انت نزلتها على التيك توك والسوشيال ميديا دي كتيره. انا لو كافر وشفت ابنك ادم بيعيط كده اكيد انا هتخنق. يا جماعه انا بقول لكم كل الفيديوهات، يعني انا مش عارف. فانا بصراحه ما بقتش عارف اعمل معاه ايه. يعني انا ما بقتش عارف اعمل معاه ايه بصراحه. بابا احنا هنخلص من الحرارة ده، انت عايزين نرجع زي زمان نعمل مقالب مع بعض ونصور فيديوهات مع بعض يا ستي؟ قريب بقى نعمل تحديات. يعني يا ستي اقعدي بس، انا اقول لك على حاجه دلوقتي. صلي على النبي. على احنا هنرجع ونعمل تحدياتنا ونعمل المقالب بتاعتنا ونعمل احلى فيديوهات. بس عمو كينج مصر يكبر دماغه كده، هو وديك هو وادم وبس. وان شاء الله نرجع نعمل كل حاجه تاني. يا جماعه اللي بيحبني يعمل الفيديو ده لايكات كتير قوي قوي، ما حدش يزعل مننا، احنا كنا بنهزر. بحبكم، احلى مسا عليكم. انا هختم باحلى مسا عليكم، بحبكم، ما حدش يزعل مننا. ولو ما قدمش يعني هو لو ما قدمش وقال ان احنا كنا بنهزر وبنضحك ولمد الحوار، احنا بنقول لجمهورنا ما حدش يزعل، احنا كنا بنهزر وبنضحك. وانا كده موضوع الفرح زي ما هو رجع في كلامه مش قد كلامه. انا مفيش افراح ومفيش اي حاجه من اللي احنا قلناها امبارح خالص في الفيديو عنده، لان هو طلع مش قد كلامه، فانا كمان مش هطلع مش قد كلامه. لان بجد الموضوع معصبني جدا بامانه. وكمان لما سمعت من ايسل صدفه والله ان هي بتقول لي دلوقتي ان في حد في السوبر ماركت غلط فيها والكلام ده، فمش حلو يعني الكلام مش حلو. بحبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، بس يبقى فيديوهات بقى التحديات بقى والحاجات الحلوه بتاعتنا دي. لايك، انا عايز الفيديو ده يجيب اكتر عدد لايكات. ما تضحكوش حد علينا، الجمهورنا اللي بيحبنا مش عايزين حد يضحك علينا، عايزين لايك للفيديو دوت يجيب اكبر عدد لايكات بعد اذنكم. بحبكم، يلا باي.